وسهلا بكم. اعتقد احنا راح نلتقي اول مره ان شاء الله. اتمنى للدكتور عصام البدري التوفيق بالمؤسسه الجديده، ان شاء الله نلتقي دائما بالنشاطات المبدعه اللي يقدمها دائما الدكتور عصام واعضاء المؤسسه ان شاء الله. نحب ان نعرف الجمهور على الأساتذة الحاضرين معي. أستاذ لطيف العبيدي على آلة العود، الأستاذ أحمد خيلي على آلة الإيقاعات، والمتحدث وسام العزاوي صنطور وغناء إن شاء الله.